السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحال طلعة جديدة ويوم جديد. هلا زباين ابو عبود، صبحك الله خير. مستعدين؟ مستعدين ان صلاح انا وفلاح وياك. سلاحك سلاح. هلا ابو بدر، شو اخبارك؟ صباحك بخير. هذول الشباب جايين. هلا الشباب. هلا هلا. وصالح اخذ دله قهوه ان شاء الله. ابو شايل شيء بعد مبطينا بقهوه. سلام. صباحكم الله بالخير. عبد الله الهران، عثمان الهران، سعود عزيز العمير، ابو سعود. ارجع يا رب. يعني طالعين ان شاء الله طلعه تشخيط، ماخذين ايانا طبخ. هلا يسوي واحده ثانيه هناك. شنو نبي نسوي جنبها هني بعد؟ وين ديكور؟ غير الديكور هذا، غير هذا الحرق. هذه طبخه كانت قبل. نبي نسوي واحده هني بعد. يا رب احنا بنطلع ان شاء الله، نسال الله التوفيق. الاجواء مبينه ان شاء الله، ان شاء الله زينه. يبين برا اذا فيها موجه ولا لا. قهوه على ما نوصل الدرب. اليوم رايحين ان شاء الله، رايحين حق جزيره كارو. شويه تحليب تحليب. شوف كلهم يطلعون على تحليب قهوه سيجنتشر. هذا تحليب. هذه سرعتها الحين 50 تقريبا، باقي 6 كيلو. لا تسرع شوي لا تسرع. ايش رايك؟ ماشيين جزيرة قارو. هذه الجزيرة شباب، هذه جزيرة قارو. بنشخط طبعا كذي واحنا دايرين ندور على الجزيرة. الماية مبينة دلخة. وهني الشباب قاعد يضبطون العدة. ركب السودة، السودة اللي جاي. ها ركب 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 ركب. جيب السودة، السودة السودة اللي جايبها لك. هذه شخطنا قارو، ما في ولا شيء. خطنا عندي شيء، خطنا كل مكان ما في ولا شيء. الحين بنروح نغير مكان ان شاء الله. مكان جديد وان شاء الله نحصل صيد. الربع هني قاعد يجهزون جداتهم، والله اعلم هناك في طبش لو تلاحظون يا اخوه. يلا انا اقول نبحث عنهم مره اخرى، ايش رايك؟ انزلوا والله اعلم تونا، مو ظل. مو ضلع. ها تحليل ناخذها تونه. شوف الشباب يعطيكم العافيه. ناخذ انا. هلا والله بعبد الله. شو اللي تبي الحين؟ ما في صيد، شنو الاقتراح؟ الحين الظهاري طبعا توقف السمكه. نعم. واحنا من الصبح ما صدنا شيء. ايه. فتعرف لازم تسوي لك شيء، احنا الجوع يبينا غدا صح. اي لازم. هنا مستريح ابو بدر الله يعطيه العافيه. طلعت بسعود، طلعت راسي وانام باذن الله. في فقره ثقيله ان شاء الله. في فقرة ثقيلة الحين نوريكم. ما قصر، ما قصر العبد، قصص البصل الطماط الخضرة. يعني لا تشوفونه ما يشتغل، لا يشتغل يشتغل عليك. وني قاعد يسوي الدقوس. ابو سعود الله يعطيه العافية. يا مرحبا. الله يعطيه العافية. دقوس بس لا تبين الدقوس. الدقوس لازم يكون خافض طبعا. طبعا يكون
يحرص علينا يعني الطبخه باجواء هواء يعني الله يعينك الله يعينك ان شاء الله يضبط العيش ما نبي حب خلى لبشه ولا حب طبعا الواحد يبي يقص ثوم اعرف انه مضحي تعرفون تبي ازراق طلع لك ازراق وين فات فات لا تنسى تنظف شيخ هذا بالهبل سيد على طول صفطه جيبها جيب لي قطعه هذيك عشان ايدي بصمه هذا الربيان يا سلام ربيان كبير وزين صفطه احسن ايش خبره سعود يعطيك العافيه ابو سعود يعطيك يا هلا والله مساعد الشيف الله يعافيك ايه لف الطراد عادي طبخة البحر تصير احلى ها؟ طبخة البحر بعد التعب تصير احلى ايه لازم طبختنا هذا الربيان حطينا كزبره وشبنت وبهارات مشكله وكمون وكركم وهذا اللومي والبهارات الصحيحه اللي هو مسمار وهيل وداسين ولومي وشوف ما شاء الله كميه الربيان كبير ربيان كبير وصغير هذا دويلمي بحرناه حق الثلايم ايش والربيان كل الربيان عزيزني كل هذا دويلمي تبلينه هذا صيد توه فريش توه واحنا نطبخ اصلا ما كان عندنا سمك اول ما صدناه قطعناه بنعطيه ان شاء الله اخر شيء قبل هذا دويلمي فريش هلا والله 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 قاعدة الأجواء الجميلة جاهز اللقطة؟ يا سلام لا الصحن يطل الله فيه حكوك كمان الله تبي تنشف تحت احسن حط حط صحنك هنا تنشف لا لا اليدات باردة خله هني خله هني يلا طبقة خبرة خبرة مع الظروف الصعبة نعم نعم لازم تصير خبرة السلام عليكم.
خالص. غدا اعطيك قهوه. الحمد لله تغدينا وش غدا كان مطبخ صح، والحين بلشنا تشغيل ان شاء الله عاد نصيد شيء. بحط الشاي. تبون شاي؟ ايه هذه قهوه بس انا مطبخكم شاي ما سعود. ايه لازم تهتم بالنظافه. ايه بعد كل طبخ. ايش؟ اذا جيت مره ثانيه تطبخ كنت شغل جاهز ونبس. واهم شيء نظافه. اهم حاجه النظافه. الحين صار شوي هواء. يلا امشي امشي يا عمرتين الله يخليك. ايه يا تنعد ها اي تنعد اي تنعد تحولي تنعد تحولي امسك 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 يا تعبي يا تعبي قول حماس تنعد تنعد لا 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 ضلعه ما في شيء لا اليوم ناشفه بس الحمد لله استمتعنا بالطبخه اليوم. طبعا عفسه انا اللي اعرفه اللي تقدم الخبره. يلا عافيه ما شاء الله تحمس تحمس كان مقيم والله. اي 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 اخ اخ على اللي عندك اخ 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 اخذ السناره عندك عشان تجي وياك. دخلها يا ولد دخلها عاد. اي جنعده الحمد لله هذا مكسور وين الحبابه؟ حبابه صغيره. يلا روح يلا اسحب اسحب دخل القطه هذه الصاروخيه. سلام عليك. يلا سكر سكر. عدنت وجهك. امسك يا محمد. ابو سعود. يا هلا والله. يعطيك العافيه. خلصنا. بس انا عايز الرحله تكنيك شوي على المغل. الهواء قوي والتيار قوي. الهواء قوي والتيار عكس الهواء، فمن نقط الجك يمشي هناك على طول. الحمد لله خلصنا الشباب يبون ينامون. صالح هلا هلا نوم زين نوم ها بدر هلا هلا وصالح هان هلا عبد الله ضبطت الشغل عبد الله ضبطناهم عشان ما يطيحون كذي. لا لا ان شاء الله ما يطيحون. اشوف شو اسمه هذا الصيد اليوم جدا متواضع والحمد لله هني انتهت رحلتنا. نشوفكم على خير. لا تنسونا من لايك سبسكرايب. نشوفكم ان شاء الله في الحلقه القادمه وادعوا لنا بالخير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.